يقول: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقى من النار في هذا الشهر، وذلك في كل ليلة، فماذا ينبغي للمسلم في هذا الشهر؟ ينبغي للمسلم في هذا الشهر أن يجتهد في العبادة، يجتهد في العبادة، في صلاة الليل، صلاة التراويح، صلاة التهجد، في تلاوة القرآن والاعتكاف في المسجد الحرام، وأداء الصلوات الخمس فيه، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة لما سواه من المساجد. هذه فرصة تجمعت لك فضائل، تجمعت لك فضائل، فضيلة المكان وهو المسجد الحرام، فضيلة الزمان وهو شهر رمضان، فضيلة القيام في ليالي رمضان، فضيلة ليلة القدر. هذه فضائل عظيمة، على المسلم أنه ينتهز هذه الفضائل ولا يكسل ويتأخر عنها، لأنها فرصة قد تذهب ولا تعود عليه.